طرحت هواوي Y9S كامتداد لنجاح هاتفها Y9 Prime 2019 والذي ينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة، فهل يسير الابن على خطى أبيه أم يخيب الظنون؟ ولكن قبل أن نبدأ نذكركم أن اللايك مجاني أيها الأبطال، هيا بنا. أولا التصميم، الهاتف يأتي بتصميم مشابه جدا لتصميم الإصدار السابق Y9 Prime مع اختلافات طفيفة في التصميم. الهاتف يأتي بأبعاد 163.5 ملم للطول و77.3 ملم للعرض، وسمكه 8.8 ملم وزنه 185 جرام. ظهر الهاتف مصنوع من الزجاج مع إطار من المعدن. من الأمام نجد الشاشة الكاملة بلا ثقوب أو نوتش. من الخلف نرى الكاميرات الثلاث في إطار واحد، أسفلهم خارج الإطار فلاش ليد أحادي. على يمين الهاتف نجد زر الطاقة المدمج فيه مستشعر البصمة، يعلوه زر التحكم في الصوت، وأسفله منفذ شرائح الاتصال الذي يدعم تركيب شريحتي اتصال أو شريحة وكارت ذاكرة خارجي. من الأسفل نجد منفذ الشحن من نوع USB Type-C ومنفذ 3.5 الخاص بسماعات الأذن والسماعات الخارجية ومايك عزل الضوضاء. من أعلى الهاتف الكاميرا الأمامية المنبثقة مع مايك إضافي لعزل الضوضاء. التصميم جميل وجذاب مع أبعاد ملائمة لقبضة اليد والتعامل مع الهاتف بيد واحدة. ثانيا الشاشة، شاشة الـ Y9S تأتي بمقاس 6.59 بوصة من نوع IPS LCD، وهي Full HD Plus بدقة 1080x2340 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 391 بكسل لكل إنش، تمثل 91% من إجمالي مساحة واجهة الهاتف. لم تذكر هواوي أي شيء حول طبقة حماية الشاشة، مما جعلنا في تخوف من أن يتبع خطى الـ Y9 Prime في عدم وجود طبقة حماية على الشاشة. لذلك فنصيحتنا لك بتركيب طبقة حماية فور شرائك للهاتف. ثالثا العتاد، دعمت هواوي هاتفها بمعالج كيرن 710F ذي تقنية 123 نانو مع معالج رسوميات مالي جي 51 MP4، ويأتي بذاكرة داخلية 128 جيجا بايت لذاكرة وصول عشوائي رام 6 جيجا بايت. كل هذا العتاد يعمل بنظام أندرويد 9 مع واجهة التشغيل EMUI 9.1. وعلى ما يبدو أن هواوي قررت البقاء في المنطقة الآمنة، لذلك أعادت استخدام نفس المعالج الذي قدمته في هواتف فيها P30 Lite و Y9 Prime، والذي حقق شعبية بين عشاق هواتف هواوي. تجربة الجيمينج في الألعاب الثقيلة مثل PUBG وأسفلت كانت جيدة، ولم نقابل تهنيج أو ارتفاعا في درجة حرارة الهاتف. رابعا الكاميرات، تأتي منظومة التصوير في Y9S من أربع كاميرات، ثلاث في الخلف وواحدة منبثقة من الأعلى. الكاميرات في الخلف الأساسية تأتي بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8، الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4 للتصوير العريض الألترا وايد، والكاميرا الثالثة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4 وهي الخاصة بالعزل، بالإضافة لفلاش أحادي من نوع LED، وتدعم الكاميرا المثبتة الإلكتروني EIS للوصول إلى أكبر قدر مستطاع من التثبيت أثناء تصوير الفيديوهات، وهو يدعم التصوير بجودة الفول اتش دي بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطارا في الثانية، ولا يدعم التصوير بدقة الفور كي. وضع اللينس سوف يعطي عددا من الاختيارات اللطيفة للمستخدم في إنشاء فيديوهات قصيرة مليئة بالمراح والألوان. الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2 مدعومة بنظام الذكاء الاصطناعي، ولكنها لا تدعم خاصية الفيس أنلوك. خامسا البطارية، تأتي البطارية بسعة 4000 ملي أمبير، ولكنها لا تدعم خاصية الشحن السريع، وهو ما أثار دهشتنا حيث إن كل الهواتف في هذه الفئة السعرية تدعم الشحن السريع. أخيرا الأسعار، كانت هذه مراجعتنا لهاتف هواوي Y9S، فإن أعجبتكم فلا تنسوا أن تدعمونا باللايك، وأيضا فعلوا جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد. دمتم في حفظ الله.